النهاردة ذكرى ميلاد الفنان الكبير صلاح السعدني اللي بنحب نلقبه بعمدة الدراما. السعدني اتولد في 23 أكتوبر 1943 في المنوفية، وبدأ رحلته الفنية من أيام الجامعة. عرف بأدواره القوية في المسلسلات، وخاصة طبعا شخصية سليمان الغانم في ليالي الحلمية اللي كسبت قلوب كل الناس ومش بنقدر ننساه لحد النهاردة. صحيح، مش بس كده، كمان السعدني أو العمدة لبصمة كبيرة جدا في السينما والمسرح، وواحد من أبرز نجوم الفن المصري اللي أثروا الشاشة طوال سنوات طويلة جدا وقدموا لنا أدوار لن ننساها أبدا. تعالوا نشوف مزيد من المحطات في حياة الفنان الراحل صلاح السعدني. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير صلاح السعدني، عمدة الدراما المصرية كما يحب أن يلقبه زملاؤه ومحبوه، وهو من مواليد محافظة المنوفية عام 1943. صلاح السعدني هو شقيق الكاتب الصحفي محمود السعدني، وبدأ مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة، حيث شارك في العديد من المسرحيات إلى جانب صديق عمره عادل إمام، وكان أول أعماله الفنية مسلسل الرحيل عام 1960. أصبح السعدني رمزاً للدراما المصرية، وحاز على لقب عمدة الدراما بعد تألقه في دور العمدة، خاصة في شخصية سليمان الغانم في مسلسل ليالي الحلمية الذي شارك فيه إلى جانب يحيى الفخراني. طيب انتوا يا محترمين دلوقتي بالسعادة يعني هتروحوا على فين؟ على الفيل العيد. ومستنيين ايه؟ مستني احمد ده، مستني ايه؟ مستني ايه؟ لايين قوم يلا عارفين اللي عدل. وقدم هذا الدور على مدى 5 أجزاء، وأبدع في تجسيد شخصية العمدة الوطني الساخر، ما جعله يحصد إعجاب النقاد والجمهور. كما تألق في أدوار أخرى في الدراما مثل شخصية إبراهيم العقاد في مسلسل البطنية، وشخصية العمدة عبد القوي الأدهم النجماوي في مسلسل القاصرات، بالإضافة إلى دوره المميز في مسلسل الناس في كفر عسكر، حيث جسد شخصية الحاج عبد القادر مع دلال عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب. ورغم تميزه في الدراما، قدم السعدني العديد من الأفلام السينمائية التي أسهمت في ترسيخ اسمه في عالم الفن، من أبرزها الغول، المراكبي، قضية عم أحمد، زمن حاتم زهران، والرصاصة لا تزال في جيبي. كما كان له حضور على المسرح، حيث شارك في 5 أعمال مسرحية كان آخرها زهرة الصبار. ليه قتلت الكاشف عادل؟ عايز أخلص الناس حسين من قانون ساكسوني، بس كده رجعت لهم قانون الغاب يا صديقي. وخلال مسيرته الفنية حصد السعدني العديد من الجوائز، منها جائزة التميز الفني في مهرجان الإسكندرية السينمائي، وجائزة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، وتم تكريمه في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى تقديراً لمشواره الفني الحافل. ورحل الفنان الكبير صلاح السعدني عن عالمنا في صباح الجمعة 19 من إبريل 2024 عن عمر ناهز 81 عاماً، تاركاً وراءه إرثاً فنياً غنياً بالأعمال المميزة. أنا قصدت بكده نشوف العالم ده ونتعرف عليه، إحنا عنات بنكتب عنه من غير ما نعيشه. المسألة مش محتاجة معايشة، رواد الأماكن دي معظمهم من الطبقات الطفيلية، والنوعيات دي من الناس ما إحنا بنشوفها في أماكن كتير. أو من باب التغيير يا عنات.